اخر خبر معانا النهارده والحقيقه اللي فيه تقرير اكيد رحنا بكاميرا الابطال كنا مغطيينه، ختام ناجح لمنتدى رياضي مصر في الجامعه الامريكيه بالقاهره. امبارح اتعمل منتدى رياضي مصري واللي اتعمل تحت رعايه وزاره الشباب والرياضه واللجنه الاولمبيه المصريه وبتنظيم لجنه اللاعبين باللجنه الاولمبيه المصريه وبرئاسه النائبه في البرلمان ايه مدني، وده كان في الجامعه الامريكيه بالتجمع الخامس. المنتدى كان فيه جلسات حواريه مهمه ورك شوبس زي ما حضراتكم عارفين واللي بيحتاجها الرياضيين، وجلسات عن التغذيه السليمه للرياضيين، وطبعا ده البرومو طبعا عن المنتدى، وطبعا زي ما قلت لحضراتكم جلسات حواريه ومناقشات مهمه اللي تهم الرياضيين، وجلسات عن التغذيه السليمه للرياضيين وتمكين المراه في الرياضه المصريه، وطبعا وكل حاجه يشتغل عليها الرياضيين لحد اولمبيات، واي حاجه هتحتاجها الرياضيين لحد اولمبيات 2024. المؤتمر حضروا قيادات كبيره طبعا ومسؤوله في الرياضه المصريه، راسهم المهندس هشام حطب رئيس اللجنه الاولمبيه المصريه، ومرونيراي انانبي رئيس الاتحاد الدولي للجمباز، ودكتور محمود حسين رئيس لجنه الشباب بالبرلمان المصري، والوزير الاسبق طبعا معالي الوزير العمري فاروق نائب رئيس مجلس اداره النادي الاهلي، وايضا طبعا كابتن حسام غالي عضو مجلس اداره النادي الاهلي، والمهندس شريف العريان الامين العام للجنه الاولمبيه المصريه، وحضر طبعا دكتور سراج طبعا دكتور محمد سراج الدين عضو مجلس اداره النادي الاهلي ورئيس الاتحاد المصري للخماسي الحديث، ومعهم عدد كبير من اللعيبه، وطبعا كان على راس الحضور المهندس سيف الوزيري طبعا يعني كان موجود، وكل المجموعه اتكلموا وطرحوا افكارهم، والحقيقه استفاد بكتير من الرياضيين اللي حضروا هذا المنتدى. كاميرا الابطال ما فوتتش هذا الحدث المهم، كانت موجوده وعملنا التقرير ده في المنتدى، نتفرج عليه على التقرير ونرجع لحضراتكم تاني. شايف انه حاجه مهمه جدا ايجيبت اثليت فورم ده النسخه الاولى، اتمنى انها تستمر كل سنه، وهي معموله للرياضيين، هي معموله للرياضيين والشباب لمناقشه مشاكلهم ايه المطلوب. النهارده يمكن الستيك هولدرز النهارده حاجه اكثر من رائعه، ابطال اولمبيين، ابطال بارالمبيين، ولاد وبنات، مؤسسات كبرى بتدعم في الرياضه، اللجنه الاولمبيه الدوليه موجوده، الوورلد اولمبيانز اسوسيشن موجوده، فيعني يعني وزارة الشباب والرياضة موجودة، فكل الناس المهتمة بالرياضة موجودة، فرصة انهم يسألوهم يشوفوا المشاكل كانت ايه، الحلول كانت ايه، الرياضيين دول بيحلوا مشاكلهم ازاي، ايه الحاجات اللي لسه قائمة، هنطلع بتوصيات شكلها ايه، هل هتعرف تنفذ على ارض الواقع، عشان السنه الجايه لما نعمل فورم تاني يبقى نفذنا بعض حلينا بعض المشاكل اللي موجوده للرياضيين، وان شاء الله يعني ده يساعد جميع رياضيين مصر انهم يؤدوا اداء كويس. المنتدى دوت يعتبر اول نسخه ليه، ان احنا بنجيب كل المتخصصين في جميع المجالات اللي ليها علاقه بالرياضه، سواء منتل، سواء ويل بينج، سواء تسويق، سواء استثمار رياضي، سواء اللاعبين نفسهم ومشاكلهم ايه وايه اللي بتواجههم. فصراحه الحدث كان طويل، احنا تقريبا بقالنا 3 شهور بنعد ليه، الموضوع ما جاش صدفه، احنا كنا حاولنا من سنتين تقريبا عملنا المنتدى دوت، بس كان خاص للاولمبيين والدوليين فقط، كنا عايزين نفيد او ندي زي اديوكيشنال للعيبه، فالمره دي لا احنا كبرنا السكوب شويه، دلوقتي اولياء امور، في مدربين، في ناس اصحاب مثلا حتى اكاديميات موجودين وحابين ان هم يتعلموا، وهي دي كانت اهم حاجه. انا كبطله مثلا بطله عالم واولمبيه حسيت ان في مشاكل كتير، وكانت اول حاجه هي الثقافه الرياضيه دي بتقابلنا، الناس مش فاهمه، سواء مدرس سواء دكتور في الجامعه سواء ولي امر، هم مش فاهمين ازاي يتعاملوا مع الرياضي او يتعاملوا مع اللاعب سواء كان ابنهم او طالب عندهم في الجامعه او في المدرسه. فهي دي الفكره عامه بتاعه المنتدى، ان شاء الله المفروض ان احنا هنخلص وهناخد المين توبكس او المشاكل اللي بتقابل الرياضه من جميع الاتجاهات، وان شاء الله النسخه الثانيه هتكون بتغطي جميع النقاط، احنا اوريدي واحنا قاعدين بناخد النقط، اللعيبه عايزه ايه، حتى احنا بنتكلم ان الرياضه هي زي مثلث، هو اللاعب والبيت والاتحاد، الاتحاد لازم تكون فيه منظومه متكامله مش مدرب بس، لا ده لازم يكون فيه منتال كوتش، لازم يكون فيه نيوتريشن، لازم يكون فيها السبلمنتس، لازم يكون فيه الهيلث، حتى ان احنا النوم، طريقه النوم بتاعه اللاعب بتفرق مع النتائج بتاعته.
مطلوب، يعني احنا مطلوب في السوق الرياضي المصري. يمكن الفترة دي ممكن ما تبقاش من افضل الفترات بالنسبة للرياضة المصرية او الكرة المصرية بشكل خاص، يعني في نتائج او كده، لكن الناس بتحاول وبتجتهد وبتشتغل ان هي تعمل حاجة كويسة. وزارة الرياضة بتهتم بالموضوع، المؤتمرات بشكل كبير، اللجنة الأولمبية كذلك، الجامعة الأمريكية برضو احنا عاملين معها تعاون في النادي الأهلي في الناحية التعليمية، وشهادات الإدارة الرياضية في الناحية التعليمية في الجزء الرياضي يعني. فأعتقد ان ده مطلوب جدا الفترة اللي جاية بالنسبة للشباب الصغيرين، يبقى في توعية، يبقى في تواصل مع الأجيال. الناس زي ما شوفنا مثلا الندوة من شوية كان فيها فريد عثمان وكان فيها أكتر من حد من الأبطال الرياضيين بيناقشوا أفكارهم للشباب الصغيرين، فنبدأ يبقى في بينهم تواصل. أعتقد الموضوع ده مفيد، وزي ما أنت قلتي ده الأول من نوعه. فالأول من نوعه طبعا يعني ممكن يبقى في أول مرة الموضوع ما يطلعش بالصورة اللي هي 100%، لكن أعتقد أنها بداية كويسة جدا، ولازم يكون عندنا منتديات كتير بالشكل ده. أكيد طبعا، يعني يمكن كانت البانل كانت بعنوان اللي احنا كنا بنتكلم فيها اللي هي what do athletes need، الاحتياجات اللي هو اي رياضي بيبقى محتاجها عشان يقدر يأدي بشكل كويس في التمارين وفي البطولات عامة. واتكلمنا في نقطة السبونسرز، واتكلمنا في نقطة اللي احنا محتاجينه ايه من السبونسرز او كمان من الشركات اللي هي الوطنية هنا في مصر، ان احنا محتاجين دعم اكبر عشان نقدر نوصل، لان احنا نقدر نجيب ميداليات اكتر في الاولمبيكس اللي جايه. والله انا مبسوطه جدا ان في حاجه زي كده اتعملت، لان احنا كرياضيين على مدار بقى تاريخنا في الرياضه بنواجه مشاكل كتير وصعوبات كتير وحاجات كتير الناس ما بتعرفش عنها حاجه او ما بتسمعش عنها حاجه، هم دايما بيشوفوا الجزء الاخراني، يا اما احنا جايبين ميداليه يا اما ربنا ما قررش وما حصلش ان احنا حققنا نتيجه، بس ما بيعيشوش معنا الكواليس، ما بيشوفوش ايه اللي بيحصل، ايه اللي ممكن نتعرض له، ايه الصعوبات اللي فعلا بنبقى بنحاول ان احنا نتخطاها، ويا اما بنعرف يا اما ما بنعرفش. فشايف النهارده فرصه كويسه قوي الناس كلها تسمع وتشوف الجزء ده. يعني هو بصراحه انا مبسوطه قوي ان في ايفنت كده، دي بيكون ايفنت مهمه جدا للرياضيين كلهم، وحتى الناس كلها تبقى عارفه ان الرياضيين عامه بيمروا يعني بصعوبات كتيره قوي، ففي بقى ups and downs، مشوارنا بيبقى طويل وصعب، فيكون في ايفنت ان احنا نتكلم على ده وحتى نحاول ننسباير نلهم الناس التانية ان هم يكملوا في مشوار الرياضه ده، بصراحه حاجه مهمه جدا. هو اكيد يوم جميل ويعني مبشر بالخير ان شاء الله، يعني ان الناس بتبتدي تفكر في الالعاب الفرديه وازاي يطوروها وازاي يقدروا يعملوا ابطال اكتر واكتر منها. نوعا ما او وجهه نظرا الشخصيه ان كان دايما الاغلبيه بتبقى اجتهاد شخصي، وان يبقى عندنا ابطال دوليين او اولمبيين بيبقى اغلب اجتهاد شخصي بمساعده بعض الانديه، انما لو مشينا بنفس الكلام اللي بيتقال هنا ان شاء الله ممكن نقدر نعمل انجازات اكتر وابطال اكتر وناس كتير تقدر يعني تاخد ميداليات اولمبيه، وده حلمنا الكبير يعني. الحقيقة مهم جدا يعني هذا النوع من المنتديات بيبقى فرصة للتواصل، بيبقى فرصة ان كل يعني مسؤول او كل يعني عنصر من عناصر اللعبة مر بتجربة، مر بمشكلة، بيطرح ده في المنتدى وبيبتدوا يعني الناس تفكر في حلول. مهم جدا يبقى في كوميونيكيشن، ونتمنى طبعا هذه النسخة، دي النسخة الاولى الحقيقة من هذا المنتدى، نستمر او يستمر هذا المنتدى. اكيد دي حاجة جيدة لو اتعمل نسخة تانية وتالتة وبدأ يتوسع اكبر، وليه لا ما نشوفش أبطال أولمبيين عالميين بيجوا كمان ويقولوا تجربتهم. أكيد أكيد المنتدى ده هيطور نفسه، خاصة أنه هو بيقوم عليه مجموعة كبيرة من المسؤولين اللي لهم خبرة كبيرة في هذا المجال.